ماتش زي كل الماتشات اللي هتتلعب ما بين مصر وتونس او تونس ومصر، سواء في عرض مصر او تونس، بتاكيد الماتشات اللي بتبقى ما بين مصر وتونس، مصر والمغرب، مصر والجزائر، ما بقولش ان هي تبقى مباراه فيها حساسيه، انما فيها رغبه في المكسب، ويعني التاريخ بيقول الكلام ده ما يقللش ابدا من القوه والموده والمحبه والاحترام اللي ما بين مصر وتونس في كره القدم، سواء انديه او منتخبات. دي نقطه. النقطه الثانيه، صعوبه الماتش بالنسبه لمصر، انا شايف ان هي مش خساره السنغال قد ما هي الاحباط المصحوب حوالين مباراه السنغال، لان كل الناس متامله ان احنا بدايه جديده ومنتخب جديد وجهاز جديد، فكانوا متاملين لو ما كانش اداء عالي جدا انما كمان ما تكونش خساره في المباراه، وفي نفس الوقت كمان مكسب تونس في المباراه الاخيره مع بوتسوانا. انما انا شايف ان لسه المشوار طويل جدا 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 على ان احنا نقول مين اللي هيوصل ومين مش هيوصل. وعندنا في المجموعه المنافسه قويه جدا ما بين الاربع فرق، لان شفنا بوتسوانا مش فريق اللي هو الفريق الضعيف اللي هيعمل فرق في النتائج مع الفرق الثانيه. انا بس ان مصر فرقه ان شاء الله تكون قويه في المباراه، وتونس لسه بتبني فريق جديد مع جهاز فني جديد، وفي نفس الوقت كمان يمكن السنغال هي الافضل شويه لانه فريق من فتره طويله وخد التجربه في الفتره الاخيره مع الان جاي. بس انا شايف ان هي مباراه هتكون مباراه متساويه جدا متكافئه جدا، الغلبه اكيد هتبقى للمنتخب المصري، من الدوافع هتبقى اقوى من المنتخب.